للأسف وقعت واحد الحادثة ما بين طريق الرابطة ما بين بني ملال وخنفرة على الساعة تقريبا الخامسة أونس، بدينا كنستقبلوا المرضى، توصلنا تقريبا 31 مريض، 31 اللي منهم 26 اللي هما حالة خفيفة وخمسة حالة خطيرة، ومن بين هاد الخمسة كانوا جوج اللي اضطرينا باش نيفاكيوهم، واحد لكازا واحد لمراكش، واللي عندهم ردود على الصعيد السدر. اما بالنسبه للاخرين، واحد الى اوسبيتاليزي في النوروشيولوجي، واحد اخر في الدروماتو، والخامس راه باقي عندنا في القاعه ديال الصدمات، راه تمام يكمل العلاجات ديالو. فعلا استقبلناهم جميع التخصصات كانوا على المعيد، جميع الاطباء ديال المستعجلات، لا الاختصاصيين، لا الطاقم الطبي، لا الطاقم التمريضي، لا المساعدين، لا الاداريين. الحمد لله داز كلشي على ما يرام، كلشي دخل لبريزون شارج. اللي كنتمنى هو غير ما يتعاودش هاد الحوادث، لان فعلا هادشي ولينا كنشوفوه بزاف. نتمنى ان شاء الله يتلقى واحد الحل لهاد الشيء هذا. وشكرا. ما كاينش وفيات؟ الحمد لله الى حد الساعه ما كاينش الوفيات، الحمد لله الحمد لله. نتمنى ما يكونوش بالنسبه لهاد الحدث اللي بقى لنا، ولكن نتمنى ان شاء الله ما غاديش يكونوا ان شاء الله. شكرا.